الأهلي دايما على القمة، الأهلي دايما عينه على القمة، والفوز على الإسماعيلي بثلاث نقاط مهمة جدا في مباراة أمس بهدف لبيرستاو بيقربنا من الدوري أكتر، بيقربنا من درع الدوري أكتر. لكن إحنا ما بنحتفلش ومش هنحتفل غير لما يكون الشكل الرسمي للبطولة تم، وبقى خلاص الأهلي رسمي بطلا للدوري. لسه قدامنا ماتشين مهمين، الاتحاد والزمالك، قدامنا لقاءين مش سهلين، قدامنا لقاءين لازم نعمل حسابهم كويس قوي، ونفضل ماشيين بنفس التسلسل بتاعنا، ناخد كل ماتش بماتشه زي ما حضراتكم شايفين معانا. هو هدف بيرستاو، لقاء كان قوي جدا، لعيبه الاهلي كانوا كلهم على قدر من المسؤوليه، وثلاث نقط في مشوار النادي الاهلي بتقربوا اكتر من بطوله الدوري. العرض كان قوي، والاهلي بيواصل تقديم موسم رائع الحقيقه في مختلف البطولات. امبارح الاهلي حقق فوز على الاسماعيلي بهدف لبيرستاو في مباراة مؤجلة من الجولة ال 18 للدوري الممتاز. سجل هدف الفوز طبعا في الدقيقة 50 لاعبنا بيرستاو من استغلال جيد لتمريرة خالد عبد الفتاح عشان يقتنص الأهلي ثلاث نقط غالية ويرتفع رصيده ل 72 نقطة على قمة ترتيب الدوري المصري. طبعا رصيد نادي الإسماعيلي تجمد عند 34 نقطة، وعايز بالمناسبة دي أشيد بنجمنا محمد هاني واحد من كباتن النادي الأهلي على ضبط النفس وإنه ما يكونش طرف في أي مشكلة. وارد لما يكون في فريق في ظروف صعبة في الجدول الدوري ان اللاعبين يحاولوا يعملوا لقطة عشان يداروا الهزيمة او النتيجة السلبية، لكن اللي بيعملوه ده حاجة تخصهم. احنا لعبتنا على اعلى مستوى من ضبط النفس، لكن في نفس الوقت الاهلي عينه على البطولة وبس، وكل لعيبة النادي الاهلي المحترمين وعندهم تركيز عالي في الملعب كلهم هدفهم حاجة واحدة بس، هي ان احنا ناخد بطولة الدوري، نقرب اكتر من بطولة الدوري. فاضل لنا ست نقط، الست نقط دول في ماتشين جايين مهمين جدا، نركز ماتش بماتش عشان يتم الحصول بشكل رسمي على بطولة الدوري. التركيز دلوقتي كله على ماتش الاتحاد، كل تركيز الجهاز الفني وكل تركيز اللاعبين وكل تركيز جمهور النادي الأهلي على ماتش الاتحاد. على مدار الحلقة النهاردة كمان هنتابع معسكر النادي الأهلي واستعداداته لمباراة الاتحاد السكندري.